مرحبا. نافورات البحر هي مخلوقات بحرية بتعيش بقاع المحيطات، واكتشفوا العلماء مؤخراً أنه هاي المخلوقات بتمتلك قلب بدق وقريب كتير لقلب الإنسان. فبحسب العلماء هاي النافورات تتميز بامتلاكها لخلايا ذات نظام جيد لضربات القلب، وبتنقسم كل نافورة لعدد شعب، وكل شعبة منها بتحتوي على قلب خاص فيها بيتوقف لفترة قصيرة عن النبض، ومن بعدها بيرجع ليدق بمكان آخر. نرجع لأخبار أصناف، فعم يكون حار نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وعم بيكون سديمي حار بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فعم بتميل للانخفاض شوي، لكن عم تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي درجة لثلاث درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، سرعتها عم توصل لل 24 كيلومتر بالساعة. الرطوبة عم تتراوح بين 40 و80%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 29 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح فيها بين 19 و36 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية، رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون بالمنطقة الجنوبية بالسويدة الطقس صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة درعا بين 18 و35 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 17 العليا 31، وطقسنا عم بيكون غائم جزئيا. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 21 و36 درجة. كيف عم بيكون الجو على البحر؟ رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون غائم جزئيا بطرطوس وباللاذقية أيضا، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة لواء اسكندرون الدنيا 24 العليا 32 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بالمنطقة الشمالية، رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون بحلب وإدلب أيضا الطقس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بحلب عم توصل لل 36 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. بمدينة الرقة جو عم بيكون سديمي حار نسبيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة الحسكة بين 26 و40 درجة. وبدير الزور درجات الحرارة عم توصل لل 41، والطقس عم بكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتروني بكرة. باي.